أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يمهل في شهر رمضان كل ليلة، كل ليلة في شهر رمضان، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل ربنا عز وجل إلى السماء فنادى. يبقى ثلث الليل الأول أول ما بينتهي ينزل ربنا عز وجل فينادي، هل من سائل يعطى؟ الناس اللي هم يعني يريدون الأمور الكثيرة، يريدون النجاح والزواج والخلفة والتوفيق، ويريدون الرزق وبسطه، يريدون، فينادي ربنا عز وجل، هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ في إنسان أذنب ويريد المغفرة، المغفرة دي معناها ستر الذنب، المغفرة معناها ستر الذنب، إن ربنا عز وجل يستر ذنبك، لأن المغفرة معناه التعطية، ولذلك يسمى المغفر مغفرا، المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس فلا يجعله باديا. هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟ يبقى ربنا الجليل ينزل بعد انقضاء الثلث الأول من الليل، بعد انقضاء الثلث الأول من الليل في كل ليلة في رمضان، الناس قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون والأفلام والتمثيليات والمباريات، والشوارع مكتظة بتلفونات الشاشية التي هي في الفضاءات، داخل بقى على الصيف وناس حر، وناس بقى تقعد في القهاوي، وتقعد بقى في وسط الجزر اللي بيص الطرق، وتقعد في الأماكن الواسعة، ويحطوا الشاشات الكبيرة، ويقعدهم يشربوا البيبسي والحاجات الساعة، ويتفرجوا على التلفزيون في أي شهر، في شهر رمضان وفي أي وقت، في الليل بعد ثلث الليل الأول، لا ينبغي أن نغير أنفسنا أيها الأحباب.